طيب ماشي. بنتكلم على الجزء الرابع خلاص، اللي هو مختص بيه اندر، اللي هو الويب يعني خلاص. ده من اهم الاجزاء اللي انا بشوفها من وجهة نظري يعني شخصية خلاص، لان كل اللي فات حتى الان يصب فيه، وجزء اللي جاي بعد ده الخامس برضو ممكن ايه تستخدم في حاجات من هنا كتير. بس برضو مفترض الناس تفهم يعني ايه ويب ابلكيشن، لان الموضوع بتاعه فتح قوي لما دخل الموبايل ابلكيشن والكلام ده كله، وانا هفتح في المواضيع دي حتى لو مش مكتوب خلاص. ايه understand web page development، بيقول لي عايزين نفهم في الدرس دوت كيفية تطوير صفحات الويب، كيفية تطوير صفحات الايه، صفحات الويب. طيب كلام جميل. ففي الليسن اوفر فيو بيتكلم معايا، بيقول لي المفترض ان الطالب يفهم اللي جاي، لازم تفهم يعني HTML وايه وظيفتها، تفهم يعني CSS وايه وظيفتها، تفهم يعني جافا سكريبت وايه وظيفتها. خلاص انا ممكن في الثلاثه دول بس لو انا هشرحهم تفصيليا اخد فيهم كورس او اكتر. فانا عايز اقول لكم ان الموضوع بقى هيتبقى كده، هتبدا كل درس المفروض ياخد له موضوع، ياخد له كورس، كل درس قصه خلاص. فاحنا عايزين الناس اللي مش عارفه يعني ايه الكلام ده تبدا بقى تلملم وتبقى عارفه كويس جدا الاتجاهات دي ماشيه ازاي. خلاص طيب نبدا نشوف هنتكلم على واحده واحده ازاي. بيقول لي من الجايدنج كويشنز، بيقول لي وات از اتش تي ام ال and how is it used، قول لي ايه هي HTML وبنستخدمها ازاي، what is CSS وايه هي CSS و how does it augment HTML وازاي هي بتخش وبتتفاعل مع HTML. خلاص كده. what is JavaScript، ايه هي JavaScript و how does it augment HTML وبرضو ازاي بندخلها في HTML وتتفاعل مع HTML ازاي. طيب كلام جميل. الاكتيفيتور بتاعنا بيقول لي What does HTML stand for؟ يعني ال HTML ديت عبارة عن اختصار، عبارة اختصار عن ايه؟ حد يعرف؟ عشان ما نضيعش وقت. Hypertext Markup Language. Hypertext يعني نص، نقدر نقول نص حساس أو نص في تفاعلي أو نص فيه، مش نص مجرد للنص كتابة وبس. Markup Language اللي هو لغة الايه؟ لغة ال كتابة أو اللغة أو اللغة الرسمية لكتابة صفحات الويب. خلاص. CSS stand for A. CSS اللي هي Cascading Style Sheet. Cascading Style Sheet ما تترجمهاش، مش تستفاد أي حاجة من ترجمتها. خلاص. لكن تقدر تفهم معناها يعني إيه Cascading Style Sheet. Cascading Style Sheet يعني لغة التنسيق أو تحسين العرض الخاص بالـ HTML. لغة تحسين العرض الخاص بالـ HTML. لو ترجمتها طبعًا هتلاقيها كلام يعني مش هتفهمه برضه خلاص، لكن نبقى عارفين ان السي اس اس هي كاسكيدنج ستايل شيت، وهي عباره عن لغه مختصه بتحسين وتنسيق عرض الاتش ام ال. الاتش ام ال هي لغه، احنا قلنا ترجمت، قلنا الاكرونيم، هو اكرونيم لكلمه هايبر تكست ماركاب لانجويج، وقلنا ان هي دي اللغه المختصه بعرض اي شيء على صفحات الانترنت. خلاص. اي شيء يعرض اتش تي ام ال، اي شيء يعرض كHTML. عايز تعرض صوره، عايز تعرض كلام، عايز تعرض مش عارف فورم شاشه يعني، عايز تعرض اي حاجه، عايز تعرضها على الويب كده بتبقى عباره عن HTML. عايز تحسن شكل العرض بتاعها يبقى CSS. يبقى هما لغتين اصلا ملزقين في بعض، وباين قوي ان CSS من غير HTML ملهاش اي قيمه. CSS من غير HTML ملهاش اي قيمه، لان هي من غيرها ما بتقومش. هي مختصه بتحسين عرض ال HTML، هي مختصه بتحسين عرض مين؟ ال HTML. طيب جافا سكريبت، جافا سكريبت هي كلمه على بعضها مش مياش مختصر، لكن احب انوه عن حاجه بس بسيطه جدا، ان الجافا حاجه والجافا سكريبت حاجه ثانيه. خلاص. الجافا حاجه والجافا سكريبت حاجه ثانيه. الجافا هي لغه زي لغه السي شارب اللي خدناها من شويتين خلاص كده. اما جافا سكريبت هي لغه برمجه فيها كل اللي احنا خدناه من حبتين بس ليها اختلاف ما بينها وما بين الجافا. ايه هو يعني ايه السي شارب والجافا مثلا؟ هتلاقي التنين بيشتغلوا باسلوب ان في عندهم بيقدروا يبنوا كونسول ابلكيشن مثلا اللي هو شاشات الدوس، ويقدروا يعملوا ديسكتوب ابلكيشن زي ما احنا عملنا كده زرار وسي هالو مش عارف ايه التكست بوكس، يعني في حاجه جرافيكال اسمها ديسكتوب ابلكيشن، وبيعملوا ويب ابلكيشن، وممكن يعملوا موبايل ابلكيشن خلاص والى اخره. خلاص كلام من ده. اما جافا سكريبت غير كده خالص، ده هي مختصه بحته واحده بس. ايه هي؟ قال لك اللغه دي ما بتشتغلش غير على
البراوزر. ايه هو البراوزر؟ البراوزر دوت هو الشيء اللي بيعرض لك الصفحات بتاعت الانترنت، اللي بيعرض لك صفحات مين؟ الانترنت. فهي لغة ريليتد او مرتبطة بعرض الصفحات بتاعت الويب فقط لا غير. خلاص، غير ان يعني مش عايز اخش في تفاصيل ان دي بتشتغل على الـ على الـ على السيرفر، دي بتشتغل على الكلاينت، لان ما قلتش يعني لسه كلاينت ويعني ايه سيرفر والكلام ده كله. لكن انا بتكلم على 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 مفهوم واحد يوضح لك ان الجافا سكريبت هي لغه بتشتغل من ضمن الاتش تي ام ال، برده تتفاعل مع الكنترولز بتاعه الاتش تي ام ال المعروضه على الصفحه. خلاص، وتقدر تبرمجها. يبقى هي الوحيده اللي برمجه في الاثنين. لغه الاتش تي ام ال ما هياش لغه برمجه، السي اس اس ما هياش لغه برمجه، لكن الجافا سكريبت لغه برمجه للاثنين دول. لغه برمجه للاثنين ايه دول بكده؟ كتعريف على بسيط، لان احنا لسه زي ما قلنا الموضوع ممكن يكبر معانا قدام. خلاص كده، لكن هي على بسيط بس تعتبر كده. حلو كده. الثلاث لغات دول بقول لك اهتم بيهم ليه؟ لان هم ماشي يخصوا الويب بيج بس، لان واخد بالك برضو دلوقتي في موبايل ابلكيشن او ديفايسز ثانيه زي التابلتس والحاجات دي والايباد والايفون والكلام ده كله يعني كان التليفونات او تابلتس باي انواع او سمارت فونز او الايه اي حاجه بانواعها ثانيه، الديفايسز الاخرى كلهم بيقدروا يعرضوا ويب بيجز، وكلهم معتمدين على اتش ام ال والسي اس اس والجافا سكريبت. فانت ممكن من مدخلك ده تعمل قصص كبيره يعني. المهم، بعد ما اتكلمنا عن اختصاراتهم ويعني ومفهومهم كده بشكل مبسط، تعالى نتكلم على مجموعه من التيرمز، مجموعه من المصطلحات. فبيقول لك كاسكيدنج ستايل شيت اللي هي السي اس اس، اللي بيقول لي بيتكلم بقى معايا بيقول لي الهايبر تكست مارك اب لانجويج اللي هي لغه الكتابه بتاعت الصفحات الانترنت صفحات الويب يعني، اللي هي اختصار لكلمه اتش تي ام ال. سبيسيفيكيشن يعني المواصفات بتاعتها. ديفلوبد باي ذا وورلد وايد ويب، اللي هو يقصد بيقول ايه الاتش تي ام ال والسي اس اس والجافا سكريبت والكلام ده كله، او الاتش تي ام ال والسي اس اس ما هماش حاجه بمزاج اي حد، ده لغات ستاندرد. في حاجه اسمها W3C، خلاص، دي منظمه. المنظمه دي هي المختصه بوضع المعايير الخاصه بالاتش ام ال والسي اس اس، مش اي حد بمزاجه. خلاص كده، فهو بيكلمك هنا ان الموضوع ده ليه معاييره معروفه، خلاص، وستاندرد وعالمي ومش مختص بشركه، ده منظمه هي اللي حاطه، خلاص، منظمه هي اللي حاطه الاسس بتاعته، واي حد يستخدمه اي شركه ممكن تقول لك ده تبعي. خلاص كده، ده تبعي يعني مثلا هنا مايكروسوفت بتشرح اي اس بي دوت نت مثلا، فمدخله الموضوع بتاع اتش ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت. هل هم مختصين بيها؟ لا، لو رحت بتاعت بي اتش بي هتلاقيهم هم، لو رحت جي اس بي بتاعت جافا هتلاقيهم هم. فبقول لك لان دي منظمه حاطه القواعد الاساسيه وشغاله على ايه، وده شغال حاجه ستاندرد يعني. خلاص كده، طيب دولو ماشي. بعد كده بيقول لك ذات الاوز، دي بتسمح للاوثرز للمؤلفين او الكتب الكاتبين يعني اوف اتش تي ام ال دوكيومنتس اللي هي ملفات الاتش تي ام ال بتتكتب، اند يوزرز، وبتسمح لليوزرز برضه تو اتاتش، تسمح لهم ان هم اتاتش يعني يرفعوا او يرفقوا ملف السي اس اس مع ملف الاتش تي ام ال. خلاص، دي كلمه معنى كلمه اتاتش بس لوحدها كده. خلاص، بيأتاتش الستايل شيتس اللي هي لغه السي اس اس، بيأتاتش السي اس اس فايل اللي هو فيه المواصفات والتحديد تو اتش تي ام ال دوكيومنتس، يركب الاتش تي ام ال، يركب السي اس اس والديزاين اللي هو تحسين العرض، يركبه مع مين؟ مع الاتش تي ام ال. فهي عايز اقول لك ان السي اس اس خلاصه ما هياش اي حد بيألفها، ده هي محطوط لها مواصفات واي حد بيستخدمها، دي رقم واحد. ثانيا، هي بتسمح للناس اللي عايزه تكتب اكواد اتش ام ال وعرض صفحات انترنت ان هم يربطوا ملف السي ستايل شيت ده مرتبط ب اتش ام ال، يعني واضح من كلامه جدا انه بيقول لك الستايل شيت ذات نفسه ما ينفعش يشتغل، لكن هو بيتربط ب اتش ام ال عشان يحسن عرضها، عشان يحسن ايه؟ عرضها. اما الاتش تي ام ال فبيقول لك كاكرونيم كاختصارا هي فور، فهي عباره عن ايه؟ عباره عن هايبر تكست مارك اب لانجويج. مارك اب لانجويج يعني لغه كتابه يوزد فور دوكيومنتس اون وورلد وايد ويب، تستخدم لدوكيومنتس يعني مستندات او ملفات، بس ملفات مستندات دي مش اي مستندات كده كوورد يعني او كده، لا ده دي مستندات ايه بتعمل على صفحات الايه؟ الانترنت. خلاص، تاج بيزد نوتيشن، نوتيشن يعني زي سينتاكس كده، خلاص كده يعني شكل الكتابه. تاج بيزد يعني هي اللغه اصلا معتمده على مفهوم اسمه التاج، مفهوم معتمد على يعني اتش ام ال دي معتمد على مفهوم اسمه تاج. يعني لو جينا بصينا كده مثال، معلش واحنا بنتكلم، لو جينا بصينا كده افتح نوت باد، حتى مش لازم تفتح يعني برنامج متخصص ولا فيجوال ستوديو ولا حاجه، لما نيجي نفتح ملف الاتش ام ال بنعمل كده اتش تي ام ال
خلاص وبنقفل. ما بين كده ما بين علامتين اكبر منه ايه واصغر منه، ما بين علامتين اكبر منه واصغر منه دول بنسميها تاج. تاج فبيقول لك اللغه دي التاج بيزد، يعني معتمده كلها بالكليه على حاجه اسمها على مفهوم اسمه مفهوم الايه، مفهوم التاج، يعني قايمه كلها على الحركه اللي احنا شايفينها دي اللي هي حاجه زي كده، وبتقفل في الاخر بحاجه اسمها سلاش اتش تي ام ال. نعم الاكس اتش تي ام ال، الاكس ام ال ليها قصه ثانيه خلاص، بس هي تاج بيزد برضه خلاص. يعني مش عايز اخش في تفاصيل دلوقتي، انا هاخد امثله كمان شويه كده عشان نشوف المواضيع دي بتتركب ازاي مع بعض، لكن هو ده يقصد بكلمه تاج بيزد، يعني هي معتمده على شكل اكبر منه واصغر منه دول، وما بينهم حاجات محدده بتحدد لك الشغل بتاعك. ماشي كلام جميل. فبيقول لي دي خلاص عرفنا تاج بيزد نوتيشن لانجويج، يعني لغه شكلها معتمد على التاجات كلها. يوزد تو فورمات، هي بتستخدم لتنسيق الدوكيومنتس ذات كان زين ايه بي انتربريتد. بقول لك والملف ده يقدر يبقى انتربريتد. يعني ايه انتربريتد؟ هو في عندنا كذا نوع من انواع لغات البرمجه، يعني مثلا في عندنا حاجه اسمها كومبايلر. الكومبايلر احنا اتكلمنا عنه قبل كده، متهيألي جبنا سيرته واحنا بنتكلم على السي شارب. قلنا ان اكواد اللي معموله في السي شارب خلاص بتحصل لها عمليه كومبايليشن، تترجم الى لغه اقرب شويه من الماشين اقرب، مش ماشين خلاص، وبعدين ايه الجهاز يقدر ياخدها ويشتغل بيها خلاص كده. كلام جميل. اما الانتربريتر مش كده، مع بعض شويه. الانتربريتر مش كده، الانتربريتر ده لا، بيسيب الملف زي ما هو، وكل ما تيجي تشغله يبدا يقراه سطر سطر، وياخد السطر اللي يقراه ينفذه، ياخد السطر اللي يقراه ايه ينفذه، لكن هو مش بيترجم الملف كله على بعضه ويخزنه كملف تنفيذي، ولما تيجي اللي هو اكزكيوتبل فايل ملف تنفيذي، وبعد كده لما تيجي انت سيادتك تستدعي بيشغلك الملف التنفيذي اللي هو التشغيلي مباشره. لا 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 لا، في الويب الموضوع مختلف تماما، او في الاتش ام ال عموما الوضع مختلف. ده الملف بيبقى فيه شويه اكواد، ولما تيجي تعرضها بيبدا يقرا سطر سطر، وكل سطر يترجم لك معناه ايه خلاص. فلو في سطر في النص مضروب او في خطا، غير بقى السي شارب. السي شارب لو في حرف غلط مفيش حاجه شغاله، هنا لا، هنا بيترجم بيشتغل سطر سطر، ينفذ سطر رقم 40 في غلطايه يضرب لك ويطلع غلطايه، بس اللي فوقها كله اشتغل، اللي فوقها كله اشتغل واتعرض بس يكمل. خدت بالك من اللقطه؟ هو ده اللي ايه اللي هو دي الفرق ما بين الانتربريتر والكومبايلر. اند ريندرد يعني يعرض خلاص، ريندر يعني يبدا يتشاف. اند ريندرد باي ان انترنت براوزر، وتعرض من خلال الملف ده، بيعرض من خلال براوزر، انترنت براوزر، يعني اي براوزر بقى، سواء كان مثلا انترنت اكسبلورر، كروم، فايرفوكس، ايه تاني، سفاري، اوبرا، مش عارف ايه، كل دول اي واحد من دول كل مهمته ان هو بيعرض الصفحات بتاعت الانترنت بس، فقط لا غير خلاص كده. فاحنا بنقول ايه، اي هو بيتعمل عشان تقدر تعرضه باي شكل من الاشكال دي. ماشي حلو قوي، عرفنا ايه سي اس اس وعرفنا ايه اتش ام ال. تعال نتكلم على الجافا سكريبت. الجافا سكريبت قالك دي سكريبتنج لانجويج، لغه سكريبت. حدش يقول لي يعني ايه سكريبت؟ خلاص خلاص انت لو ترجمتها طبعا هتلاقي مش عارف هتلاقي ايه بقى، مش عارف هتلاقي ايه، ممكن تلاقي مخطوطه ولا حاجه خلاص. بس طبعا احنا مش عايزين نتكلم كده، احنا نقول سكريبتنج لانجويج هي لغه سكريبت. يعني ايه لغه سكريبت؟ يعني ايه؟ يعني ايه معناها او بتشتغل ازاي او مفهومها ايه كلمه سكريبت؟ لكن ما يهمناش كترجمه هي ايه خلاص. ديفلوبد باي يعني هي اصلا انشات وتم تطويرها من خلال شركه اسمها نتسكيب كوميونيكيشنز. نتسكيب كوميونيكيشنز دي كان في براوزر قديم اسمه نتسكيب خلاص، كان اصلا كان نازل كده، وفي شركه تحتيه اسمها نتسكيب، او شركه او يعتبر فرع من شركه اسمه نتسكيب، لكن الشركه ذات نفسها كان اسمها سان مايكرو سيستمز. سان مايكرو سيستم شركه سان دي مشهوره جدا خلاص، من اهم المنتجات بتاعتها على الاطلاق لغه الجافا، مش الجافا سكريبت، في فرق احنا قلنا ما بين الاثنين خلاص. لغه الجافا من اهم الايه، طبعا دلوقتي ما بقاش في شركه اسمها سان اساسا خلاص، كلها طبعا شركه الناس لو عندها معلومات شركه اوراكل اشترتها خلاص، فبقى ده كله تبع اوراكل دلوقتي خلاص، لكن هي كانت شركه سان هي اللي منشئه الايه، منشئه الجزء بتاع الجافا سكريبت، وهي اللي ابتدعت فكره الجافا سكريبت، وقال لك الصفحات بتاعت الويب صفحات، كانت زمان كانت صفحات كده كتابه وبس، صفحات كده مكتوبه وكده تبوس ايدك وش وضهر
خلاص شويه كلام يعني مكتوب على الانترنت وكده، بقى في ملفات الوورد يعني من الاخر بقى بنعرضها لبعضينا يعني. هي بقى كده دخلت اللغه دي قالت لك الموضوع بقى ايش، خلت الموضوع اختلف تماما، خلت الموضوع يبقى فيه في انيميشنز، في احساس بصفحه، ادوس على حاجه يطلع لي حاجه، اعمل مش عارف ايه، اعمل لي ايه، فان بقت الموضوع فيه شويه مفهوم برمجه، تطلع الساعه يطلع مش عارف ايه، بقت الحاجات بقت تتطور. الحاجات البسيطه دي اتطورت من اول ما دخلت الجافا سكريبت في اللعبه. لكن اتش ام ال والسي اس اس هم عباره عن بيانات ستاتيك ثابته ما بتتغيرش، هي الصفحه هتفضل كده، لو دخلت بعد 100 سنه هتلاقيها هي كده، لكن لو دخلت في حته جافا سكريبت ممكن تلاقي بيانات مختلفه خلاص كده بعد فتره معينه. طيب بيقول لك ذات از لوزلي ريليتد تو جافا، هي يعني شبيهه شويه لجافا لكن هي اقل امكانيات من الجافا خلاص كده. طيب جافا سكريبت هاويفر، مهم جافا عن جافا سكريبت هاويفر از نوت ا ترو اوبجكت اورينتد بروجرامينج او اوبجكت اورينتد لانجويج. فبقول خد بالك جافا سكريبت هي لغه برمجه بس ما هياش فولي اوبجكت اورينتد بروجرامينج. جافا سكريبت ما هياش كده خلاص كده. طيب خلاص يبقى هي ما هياش لغه اوبجكت اورينتد بروجرامينج، يعني ولا هتلاقي عندك بوليمورفيزم، ولا هتلاقي عندك انهيرتنس، ولا الحاجات دي خالص خلاص كده. لكن ما زال مفهوم الكلاس موجود، الفانكشنز موجوده يعني شويه، بس مش هي ما هياش فولي اوبجكت اورينتد بروجرامينج خلاص كده، لان انت شغال جافا سكريبت تبقى فاهم الايه اللقطايه دي. حلو قوي. and it is limited in performance. يعني برضو لو جبت قارن بالبرفورمانس، برفورمانس يعني مستوى الاداء خلاص، مستوى الاداء. فبيقول لك هي برضو هتلاقيها مستوى ادائها محدود مش في اي حته، لا compared with java. لو انت جيت قارنتها بالجافا لا ده هنا مستوى محدود جدا. ما كانش كلمه برفورمانس غلط بصراحه من وجهه نظري انا، يعني برفورمانس دي مستوى اداء، يعني كانك بتقارن سرعه او بتقارن كفاءه، وده مش كويس. هو يقصد هنا ان ايه، امكانيات الجافا سكريبت منحصره داخل صفحات الويب، اما جافا لا، مميزات جافا لا دي مفتوحه، ديسكتوب مفتوحه، كونسول مفتوحه، ويب مفتوحه، موبايل ابلكيشن مفتوح كده، لكن هي جافا سكريبت منحصره داخل كلمه ويب خلاص كده. اما جافا لا، الموضوع بتاعها موضوع مختلف خلاص كده. فبيقول لك because it is not compiled، وخد بالك كمان ان جافا هي بتشتغل على كومبايلر، اما جافا سكريبت انتربريتر بتشتغل سطر سطر. تقول لي لغه برمجه بتشتغل سطر سطر زيها زي الاتش ام ال والسي اس اس؟ اقول لك خلاص كده. طيب ومين مسؤول عن تشغيل ده كله على بعضه؟ البراوزر هو المسؤول عن تشغيل الكلام ده كله. يبقى لو البراوزر، تلاقي لو البراوزر تعبان يجي يعرض لك الصفحات تعبانه زي مين؟ اشهر مثال انا ما قلتش حاجه خلاص. ايوه اللي هم بيحكوا اصلا الموضوع خلاص، يعني انت نكس بلور اقل واحد امكانيات في العرض والمواجبه اساسا، يعني هو مش يعني اقل واحد سرعه لمواجبه يعني التغييرات اللي بتضاف جديده. لكن عندك مثلا كروم او فايرفوكس او الكلام ده كله، هتلاقيهم بيعرضوا المواقع شكلها بيبقى ازرق. ليه؟ لان الاتش ام ال بتقول له اعرض صوره بتاع الانترنت اكسبلورر. المبرمجين بتوعه عملوا بياخدوا التاج اللي انت هتكتبه ده وبيعرضوه بشكل معين، فبيطلع ليه ديزاين شويه. بتوع عم كروم مثلا بيعملوا نفس الفكره، بس طبعا مش بيطلعوا نفس بحذافيره زي مين، لان دي شركه ودي ايه شركه، وتلاقي شركه ثالثه عامله بشكل ثالث ورابع وخامس. طبعا ممكن تلاقي نفسك في الاخر بتعرض، كل واحد بيعرض بشكل مختلف. قال لك لا، في معايير حطيتها اللي هي W3C، في معايير حتى للعرض حطيتها W3C، قالت لاي حد عايز يعمل انترنت براوزر لازم يعرض بالمواصفات التاليه، وقعدت تشرح في كل المواصفات عشان كل المفروض البراوزر تبقى بتعرض بشكل ايه؟ بشكل واحد. كان زمان ما كانش فيه المواصفات دي، كان عندنا كارثه. تفتح الموقع ببراوزر، تفتح البراوزر تاني تحس ان هو موقع تاني خالص. فبدات تتحط معايير لا عشان يبقى العرض ايه؟ عرض واحد، لان كده اللي هيبدا يبرمج هيجي له شلة اطفال. خلاص؟ هعرض لكل براوزر من دول كارثه. خلاص بقى، غير ان البراوزرات القديمه بقت كارثيه برضه. يعني براوزر لو قديم شويه فيبقى ما بيدعمش الجديد اللي نزل. فلو انا عامل موقع حديث شويه ومشتغل فيه شويه حاجات جديده مش قادر يعرضها، فبقت حصل مشاكل. المشاكل دي طبعا في الفتره الاخيره انحصرت جدا وما بقتش مشاكل تعتبر. ليه؟ لان البراوزرات بتنزل فيرجنز كتير لوحدها على طول اوتوماتيك، لان الابديت بتاع البراوزرات بيحصل لوحده. لما دخلت على الانترنت فاوتوماتيك البراوزر بيابديت نفسه والموضوع بينتهي. خلاص؟ ثالثا المعايير اللي اتحطت خلت عرض البراوزرات بقى قريب جدا.
خلاص باستثناء كام واحد ايه كام براوزر متخلف. ماشي طيب قول. ده سؤال بيسأل زميلنا ومش مختص بالموضوع هنا بس انا هرد عليه. هو بيقول ان في اوراكل لان هو كان دارس اوراكل اكيد اوراكل ديفلوبر لما يجي بيعرض ما بيعرفش نعرض ولا بيبقى لفه كده طويله وعويصه وفي الاخر ما بنعرفش نعرض الكلام ده غير على نتسكيب. ونتسكيب ده اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه ان هو اصلا المفروض اتلغى خلاص بس للاسف بنضطر ننزل اخر فيرجن كان موجود وننزله ونبدا نشتغل عليه الكلام ده. فبيقول لي الحكايه دي ايه دخلها هنا؟ هقول له هو للاسف الاوراكل ديفلوبر هو العيب. الاوراكل ديفلوبر ده اخر فيرجن كان نازل له سنه 2000 ولغوه ما بقوش ينزلوا منه في اخر فيرجن سنه 2000 يعني نازل من 14 سنه واحنا عندنا في الكمبيوتر التعديل بيجي بعد تعديل في لقطه. فالاوراكل ديفلوبر نازل من 14 سنه فهو للاسف كانت مفاهيمه مفاهيم محدوده في اللي كان في عصره فبتجيب له حاجه شغاله كانت في عصره خلاص عشان يقدر يعرض الكلام ده كله غير ان هو كان شغال باسلوب يعني بيحطوا حاجات كده قديمه يعني شويه حاجات كده زي شغل سيرفلت وقابلت ومش عارف ايه وكلام من ده والحاجات دي بقت حتى جافا بتطورها بشكل مختلف دلوقتي. يعني كان الاوراكل ديفلوبر ذات نفسه ما بيشتغلش اوراكل ديفلوبر حاجه جديده ده كان بيشتغل اصلا كل شغل يقلبه جافا بس كان بيقلبه باسلوب قديم من 14 سنه فكانت العمليه لان ولا ده اتحدث فطبيعي ان الثاني ما كانش المفروض يتحدث عشان كده تيجي تشغل ده بتضطر تشغله على حاجه قديمه شويه شويه لكن في شويه حوارات كده بنعملها ممكن تشغل على حاجه جديده اه يعني الى حد ما خلاص. جديد ايه مفيش جديد مفيش ديفلوبر بقى مفيش عرض فهنا مفيش مشكله خلاص هم نزلوا بقى بعد كده نزلوا فيرجن حاجه اسمها اوراكل جي ديفلوبر وجي ديفلوبر هنا بقى مختص بقى العرض برده بتاع الاوراكل بس بقى ايه قالوا خلاص بقى الديفلوبر ده خلاص فشل هم من وجهه نظرهم كده تعال نشتغل بقى جافا اصلا احنا خلينا نعمل برنامج والبرنامج يطلع جافا لا احنا نشتغل بيور جافا من الاول فعملوا حاجه اسمها اوراكل بس جي ديفلوبر وبداوا ينزلوا منها فيرجنات على اساس ان هي جافا فقط لا غير وسيبك بقى من الايه ايوه اوكي في ناس بتطلب مين العرب يعني هون لا خلاص. طيب تعال نتكلم على الاتش تي ام ال فبيتكلم على الاتش ام ال بيقول لك الاتش تي ام ال بيقول لك دي ذا لانجويج ذات ويب سيرفر ذات ويب سيرفرز اند براوزر يوز. طب استنى ويب سيرفر يعني الجهاز الرئيسي اللي محطوط عليه الموقع خلاص كده لو انت بتعمل موقع بقى في جهاز رئيسي بيخدم وكل الناس بيخشوا من اي مكان على السيرفر ده مفهومه كده الفكره يبقى في سيرفر محطوط عليه الموقع والسيرفر ده شيرد على الانترنت بحيث ان اي حد في اي وقت يخش على السيرفر ده وبيشوف الصفحه. طبعا النهارده موضوعنا منفصل تماما عن كل مواضيع شرحناها يعني لو واحد اول مره يحضر النهارده هيبقى ما فيش عنده اي مشكله من اي نوع خلاص عشان الناس ما حدش يقول لي اصل انا خدت حاره المرتين اللي فاتت اصل انا مش عارف ايه الكلام ده خلاص كده. طيب حلو يبقى في سيرفر حاطط عليه الموقع والناحيه الثانيه في حاجه اسمها براوزر يبقى انا عندي في البيت بفتح حاجه اسمها براوزر الناحيه الثانيه في سيرفر محطوط عليه الموقع مسافه مضرب العنوان في البراوزر يفتح لي الايه الموقع صح كده. طيب يوز تو ديفاين بيستخدم البراوزر عشان يعرف ذا اليمنت اوف ا ويب بيج هو اللي بيعرف بقى اجزاء الويب بيجز ويبدا يترجمها عشان تعرضها بالشكل اللي انت بتشوفه خلاص كده كلام جميل. الاتش ام ال يوزز تاجز بيستخدم حاجه اسمها تاج تو مارك عشان يعلم بيها الاليمنتس اليمنتس يعني عناصر كده صوره شويه كلام لينك شويه مش عارف ايه دي الاليمنتس خلاص ان ا دوكيومنت ماشي في الملف ساتش از ايه زي التكست زي الجرافيكس الكلام ده كله تو انديكيت عشان يبدا يحدد لك هاو ويب براوزرز ازاي الويب براوزر شود ديسبلاي ذيس اليمنتس بنعمل الحاجات دي ليه والحاجات دي كلها ليه عشان نحدد للويب براوزر البراوزر اللي بيعرض كيف يجب عرض هذه العناصر بكتب له انا بايديا بالكود يعرض ازاي والتنسيق يتعرض ازاي تو ذا يوزر للعرض اللي هو يتعرض لليوزر اند شود ريسبوند تو يوزر وبرده بيدي لليوزر ان هو يحدد او يستجيب للاكشنز بتاعته الاكشنز بتاعته داس على حاجه عمل حاجه يبقى ايه بنقدر نستجيب للايه اللي هو بيعمله للاكشنز هو بيعملها ساتش از زي ايه مثلا زي الاكتيفيشن اوف ذا لينك يعني ان هو اللي داس على لينك فانا اكتفها له عشان يتنقل لمكان تاني باي مينز اوف ا كي بريس او ممكن داس على كي معين خلاص
اور ماوس كليك او داس بالماوس على حته معينه، فالمفروض اخد منه الاستجابه للحاجات دي كلها. اكزامبل اوف تاجز، يعني من ضمن التاجز المشهوره تاج اسمه اتش ام ال بفتح بيه الشغل بتاعي، وتاج اسمه بادي اللي هو جسم الصفحه او الجزء اللي هيتعرض من الصفحه، الجزء اللي هيتعرض من ايه. دول مثلا مثال يعني. طيب كلام لسه بدائي، فبيتكلم بيقول معلش ناس اللي يمكن تكون عارفه ويب هتلاقي الموضوع ايه سهل، بس احنا برضو يعني بنتعلمه برضو، بنتكلم عشان نعرف نتكلم عليه وعشان برضو نعرف نحل الامتحانات بتاعته ونركز برضو نرتب معلوماتنا كفكرين يعني. بيقول لي يوزد برايمري، يعني بتشتغل بشكل رسمي او اساسي تو فورمات الداتا عشان تنسق البيانات اون ا بيج. داز نوت كونتين اني ادفانسد سبورت فور، يعني بيقول لك داز نوت كونتين اني ادفانس سبورت، يعني بيقول لك ما لا تحتوي على اي دعم متقدم فور دوينج كومبلكس اوبريشنز، عشان تعمل عمليات معقده. مفيش فيها عمليات معقده، اللغه الشمال مفيهاش اي حاجه معقده اصلا خلاص. It just هي بس مجرد سيرف بتديك تو لاي اوت ذا كونتنت، تعرض بس المحتوى بتاع الصفحه، لكن هي مفيهاش اي تعقيدات نهائيا. In a readable way، يعني في شكل مقروء ومنسق خلاص كده. On the web page ماشي. وين ذا براوزر، خد بالك بقى لما البراوزر بيشتغل وبيريسيفز ان اتش تي ام ال دوكيمنت، لما بيبدا يستقبل كده اي ملف اتش تي ام ال خلاص، ات كونفيرتس بيبدا يحول الاتش تي ام ال ديسكريبشنز اللي هو الكود اللي احنا هنكتبه بتاع الاتش تي ام ال تو سكرين ديسبلاي، في شكل معروض على الصفحه، في شكل معروض على مين؟ على الصفحه خلاص. كلام جميل. اوكي كلها ويب برضو، كلها ويب بس ما فيش هنا سيرفر، بس هي برضو تعتبر صفحه ويب، صفحه ويب ملهاش حل تاني خلاص كده. يعني مثلا الويندوز مثلا 8 هتلاقيه بيزد على حاجات كتير جدا فيه على اتش ام ال، بس هي ما زالت برضو ويب خلاص. هو عايز يسميه اسم تاني مش مهم، بس هي في الاساس كل الكلام اللي اتقال هنا حتى الان لم يعترض نهائيا اللي هو اتعمل، زي ما مش معارض مع اللي اتعمل خالص خلاص كده. طيب لكن هو بيتكلم على سن الموضوع كله ويب، فبيتكلم على ايه اللغات اللي بتدخل معايا في موضوع صفحات الويب خلاص كده. طيب اتكست بيزد لانجويج، الاتش ام ال عباره برضه نقدر نقول هي تكست بيج، لان انت بتكتب كلام خلاص. ذات يو كان فيو اللي تقدر تشوفه بعد كده اند اديت وتقدر تعدله ان ستاندرد تكست اديتور، لكن اي تكست اديتور عندك ستاندرد تقدر تشتغل عليه لايك النوت باد، زي النوت باد مثلا. ليه بيقول ستاندرد ستاندرد تكست اديتور ليه؟ يعني ما ينفعش اكتب في الوورد، لان الوورد مش ستاندرد، لانه في تنسيق وتنسيقات وبولد ويمين وشمال ومش عارف ايه، والحاجات دي لا تعني شيء للاتش ام ال خالص خلاص. انت لو عايز تعمل يمين وشمال وفي النص وبولد وكلام من ده هتعملها باكواد بكتابه خلاص. فبقول لك لازم يكون في تكست اديتور بتكتب فيه اللغه خلاص، زي النوت باد كده، او زي الفيجوال استوديو. احنا اشتغلنا فيجوال استوديو صح، ممكن نشتغل فيجوال استوديو عادي ونكتب بيه صفحات اتش ام ال زي ما هنشوف كمان شويه. يعني مثلا احنا شفنا نوت في النوت باد ده مثلا، هقول ده الجزء اللي اسمه هيد، هيد يعني الجزء اللي هو الاساسي او العنوانه بتاعت الصفحه، لكن مش مختصه بالعرض، لكن ممكن تنسق العرض، تحدد شكل العرض، كلام من ده. اما الجزء اللي اسمه بادي بيبقى فيه دايما الايه؟ المحتويات المفروض تتعرض، المحتويات المفروض ايه؟ تتعرض ولا سلاش بادي. فتلاقي ان اتش ام ال فيها جزء اسمه هيد وفيها جزء متقسمه لجزئين، جزء هيد وجزء مين؟ جزء بادي. المفروض اي حاجه نكتبها في البادي هنا مثلا لا الاتش ام ال، الاتش ام ال اتش ام ال بيج مكونه من جزئين، جزء الهيد فوق وجزء البادي تحت خلاص كده؟ فهمت اللقطه دي؟ فده جزء لوحده وده جزء الايه؟ جزء واحد. طب افترضنا عندك تاجات تانية، نتعلم تاجات تانية كتير، بيقول لك من اهم القواعد بتاعتها ان التاجات ما تتدخلش، يعني ما ينفعش افتح حاجه وبعد كده افتح حاجه تانية، يبقى لازم اقفل الحاجه التانية قبل الحاجه الاولى خلاص. بنقولها دايما كده، اول شيء يتفتح خلاص هو اخر شيء يتقفل خلاص كده. تيجي واحد يقول لي طب ايه هيد اتفتحت اول حاجه واتقفلت اخر حاجه، اقول له خلاص كده، خلاص كده مفيش حاجه داخله معاها. لو في حاجه داخله معاها يعني لو عملنا تاج تاني جواها مثلا زي عنوان الصفحه، في عنوان اسمه تايتل، في حاجه اسمها في تاج اسمه
تايتل اللي هو عنوان الصفحه خلاص، وكتبت فيه ايه من فوق كلمه ويلكم، هوريك بيطلع فين بالظبط، وادي سلاش تايتل. لو جيت بصيت كده طبعا هقفلهم تحت بعض جنب بعض على اليمين فوق اليمين، ما ليش ما بتفرقش معاك الكلام ده كله يعني، كده مترتبين كده او احطهم كده كلهم على سطر واحد كده، ما فيش اي مشكله عندنا خالص. مسافه مسافتين 23 ما تفرقش معاها خالص خلاص. اللي انا عايز اقوله ده تاج وجواه تاج وادي تاج صح كده، فيقول لك ايه التاج ده مفتوح، اول حاجه تتفتح يبقى اخر حاجه تتقفل، اخر حاجه في الحته بتاعتها، او اول حاجه فتحت اخر حاجه اتقفلت. طب تاني حاجه في تتقفل على طول بعديها، تاني حاجه تتقفل على طول، لكن ما ينفعش اقول هيد ومايل تايتل ومقفل هيد ومقفل تايتل، يبقى عملوا ايه، عملوا اوفرلاب مع بعض، واحد اتفتح والتاني اتفتح كده، الاولاني اتقفل طب والاولاني راح فين، فبعدين ما ينفعش خلاص كده، ما ينفعش الترتيبه دي. المهم طبعا لو حبينا نسيف الصفحه دي على الديسك توب كده مثلا، واقول مثلا تيست ويلكم دوت اتش تي ام ال، لازم يكون امتدادها تاخد الامتداد اتش تي ام ال او اتش تي ام تمشي، يعني اتش تي ام بس ماشي او اتش تي ام ال ماشي، بس حطها ما بين علامتين تنصيص كده، يعني اكتب الكلمه حطها ما بين علامتين تنصيص كده ليه؟ عشان يحطها بالامتداد ده، عشان ما يكتبها لكش تيست ويلكم دوت اتش ام ال دوت تكست، مش عايزين نخش بقى في التفاصيل خلاص، عشان ما يكتبها لكش اتش تيست ويلكم دوت اتش تي ام ال دوت تكست وما تشتغلش، فخليها كده ممنوع عشان تنزل اتش تي ام ال ما تنزلش حاجه ثانيه ما بين دبل كوتيشن هنا ودبل كوتيشن هنا. لو سيفتها كده وحاولت اروح على الديسك توب فين هي؟ اهي قالت تيست ويلكم، قلت لها انا بعمل عليها دبل كليك عشان افتحها، شايفين الصفحه بتاعتنا اهي، ادي الويب بيج، كلمه ويلكم اللي هي التايتل بتاعتنا اهي شايفينها خلاص، وادي هاللو وورد اللي كانت في الايه اللي كانت في البادل، ادي الصفحه اللي ادي الكلام اللي كان موجود عندنا في البادل، واشتغل كايه كصفحه عاديه. طبعا هاللو وورد دي ممكن اكتب على كلمه هاللو، ممكن تاج من التاجات اللي نتعلمه مثلا بي ديت اختصار كلمه بولد، فاكرين لما تقف كده على في الوورد مثلا وتقوم واقف على الكلمه تعلمها تقوم داس على البي التقيله دي فيقوم عاملها تقيله كده، هنا لا نكتب بي وسلاش بي، يبقى اي شيء ما بين بي وسلاش بي يحصل له ايه؟ يبقى بخط تقيل يعني. لو جيت عملت سيف كده وارجع للعرض واقوم عامل ريفريش للبراوزر، تلاحظ ان كلمه هلو بقت بولد وكلمه وورد بقت زي ما هي عادي، فاهمين الفكره؟ ممكن بقى اكبر الخط واجيبه على اليمين واجيبه في النص واجيبه مش عارف ايه والكلام الجميل ده كله. مش حفظ. هقول لك بس واحده واحده. انت المفروض تعرفهم كلهم وبعد كده ما تقعدش تكتب. في مساعدات بقى. بس تبقى انت عارف. بعد كده تبدا تساعد المساعدات تساعدني. في برامج بتنزل اللي هي تساعدك في الكلام ده زي ما هنشوف كمان شويه ان شاء الله اوريك برضه. شكلنا كده هنطول جامد. خلاص؟ consists of the text مكونه من او من نص on the web page along with mark up tags اللي هي التاجز بتاعتنا ذات انديكيت بتحدد تو ذا براوزر للبراوزر هاو ذا تكست شود بي ديسبلاي. طيب عرفنا التاج اللي اسمه بي بيفهم البراوزر ان انا ازاي هعرض الكلمه دي بخط تقيل، مفهومه كده خلاص كده. طيب سبيسيفايز ايتمز ساتش از مش عارف ذا فونت، ممكن تحدد شويه حاجات زي مثلا الفونت، الفونت اللي هو مثلا حجم الخط واللون والحاجات اللي هي الخواص الخاصه بالفونت. To use four sections ممكن نحددها four section of text، يعني ممكن احدد مجموعه من الفونتس تطبق على على نص معين او مجموعه كلمات معينه خلاص. Where to display برضو من خلال انك تعرض embedded images يعني تحط في الصفحه بتاعتك مجموعه من الصور خلاص. And of course ايه هايبر لينكس، ممكن تحط برضو لينكات تدوس عليها تفتح لك صفحه ذات انيبل يو بتتيح ليك تو لينك تو اذر ويب بيجز، عشان تدوس على كلمه فتعرض لك صفحه ثانيه غير الصفحه اللي انت كنت فيها. وطبعا زي ما انتم شايفين الكلام اكتر من الفعل، لكن هو الكلام كله فعل، بس طبعا هو بيتكلم مع ناس لسه ما تعرفش المعلومات دي خالص، فبيقول لك عشان كده دايما قلت لكم في الاول خالص الكورس ده المفروض يبقى كورس اجباري على كل الناس في اول كده سنه على طول، لان يعني تاخد الكلمتين دول تعرف تعرف تتجه اصلا تفهم كل حاجه بتتكلم ازاي. المهم فبيكلم اتش ام ال اكزامبل كود، بيقول لي اتش ام ال كود كونسيستس اوف سيريس اوف تاجز، مجموعه سلسله كبيره من التاجز دينوتد باي انجل براكتس، فبيقول لي بتحتاط من خلال حاجه اسمها انجل ايه؟
انجل براكتس اللي هي اللي هي اللي هي العلامه دي والعلامه دي خلاص اراوند التاج نيم حوالين التاج ايه التاج نيم ده ايه دي اللي هي الانجل براكتس such as مثلا على سبيل المثال HTML ده اسم التاج اما القوسين دول اللي هم الانجل براكتس محطوطين بيه تاج اكزامبل بلو زي اللي احنا هنكتبه كمان شويه تحت بيقول لك at the end of documents في اخر الملف is another tag في تاج في الاخر بنعمله اللي هو بيبقى في الاخر سلاش مايله ناحيه اليمين خلاص وبكتب اسم نفس التاج دي كده معناها القفله دي كده معناها ان انا قفلت اللي هو the forward slash خلاص بعمل سلاش وبكتب شمال indicates بتحدد ليك ان ذات this the end tag اللي هو ده عباره كده عن نهايه الايه التاج يعني نهايه التاج يعني مثلا على سبيل المثال بولد اللي احنا عملناه البسيط ده هتكلم عليه كتير ان هو احنا هنوضح عليه معلومات كتير بتمشي على كل التاجات بي وسلاش بي وكان في كلام بعديه وممكن يكون كان في كلام قبليه معنى كلمه بي وده نهايته ليه عشان اقول ان اي شيء محصور ما بين البدايه والنهايه هو اللي بيتطبق عليه الموضوع ده بس فالنهايه هنا اهميتها ان دي نهايه الجزء البولد ادي بدايه الجزء البولد وادي نهايه الجزء الايه الجزء البولد ده معنى اللي هو الاند ايه الاند تاج خلاص كده ذات كورسبوندز تو ذا اتش تي ام ال يعني هو ده اللي بيشير لقفله الاتش ام ال موجوده فوق التاج اللي موجود فوق at the start of document everything between two this two tags يبقى اي شيء ما بين التو تاجز دول is called html element يبقى اي شيء ما بين التاجين دول بنقول عليه ده الاليمنت بتاع html يبقى اقدر اقول ان الكلام اللي مكتوب ما بين بي وسلاش بي هو ده الاليمنت بتاع html وساعات بنسميها الكونتنت بتاع html يعني المحتوى فعمل html وعمل body وسلاش body ما عملش head وسلاش html وفي البادي كتب كلمه content here قال لك اما تيجي تعرض هتكتب كلمه content here في الايه في الصفحه بتاعتك زي ما شفنا في المثال اللي احنا وضحناه كلام جميل بدا يخش على CSS هو بس كده اداك النبذه عن HTML عباره عن ايه بس انا هقول ان طبعا مش لازم يكون من خلال عم نوت باد ممكن يكون اي برنامج تاني مساعد زي الفيجوال ستوديو في حد ذاته اللي احنا اشتغلنا بيه كسي شارب ممكن يكتب لنا الكلام ده يعني مثلا نفتح كده الفيجوال ستوديو عشان نشوف بيتفتح منين صفحات ال HTML دي خلاص واجي من فايل نيو بروجكت وممكن اقول من فايل نيو ويب سايت مش لازم مشروع انا اقول بقى انا عايز اعمل ويب سايت خلاص كده فاخترت من فايل نيو بايه ويب سايت عايز اعمل موقع جديد فيفتح لي النيو ويب سايت فورم فتح لي ادي الصفحه بتاعتنا قال لي برده هتبقى بيزد على فيجوال بيزك ولا سي شارب مش يفرق معانا احنا لسه الدنيا فاضيه عندنا خالص فقال لي احنا في 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 في, في الفيجوال ستوديو كل حاجه بتبقى بيزد على اي اس بي طبعا انا بقول دوت ممكن يكون بي اتش بي ممكن يكون جي اس بي ممكن يكون اي حاجه لان مش مختص بالاي اس بي كتكنولوجي لوحديها واحنا ما اتكلمناش عن اي اس بي تكنولوجي اصلا خلاص فانا عشان كده اختار اي اس بي دوت نوت امبتي ويب سايت يعني ويب سايت فاضي خالص ماشي اي اس بي اس بي هعديها لك بس خليه ويب سايت فاضي خالص عشان مش عايزين نحط فيه اي حاجه غير اللي احنا هنقول عليها بس فاخترت وادي المكان اللي هيحددوا لك اللي هيحطوا لك فيه الشغل بتاعك قلت له ماشي اوكي طبعا هيعمل لك ويب سايت فاضي يعني هيعمل لك فولدر مش اكتر من كده يعني هو دلوقتي يعتبر عمل لنا فولدر بس خلاص كده هيسميه ويب سايت واحد زي ما بيقول لي هنا فوق فتح لنا حاجه كده ملهاش اي معنى ليه؟ صوت بقى صوت طيب ده طبعا موقع زي ما انتم شايفين سوليوشن اكسبلورر فاضيه في ملف اسمه بس رمى اسمه ويب دوت كونفج لكن كل حاجه فاضيه فهنيجي كده من قائمه ويب سايت واقول له انا عايز اضيف ايتم جديد من ويب سايت اد نيو ايتم قال لي هتضيف ايه عايز تضيف ايه قلت له كل انا عايز اضيفه عباره عن اتش تي ام ال بيج صح فاختار من هنا اتش تي ام ال ايه اتش تي ام ال بيج قال لي سميها اي اسم قلت له سيبها زي ما هي اسمها كده اتش تي ام ال بيج ماشي وضيفها لي للموقع وضيفها لمين للموقع اللي احنا لسه ما اتكلمناش فيه هتلاقيه اوتوماتيك عمل لك شويه حاجات طبعا هو عمل حاجه اسمها دوك تايب اتش تي ام ال يعني نوع الملف ده اتش تي ام ال وعمل اتش تي ام ال وادي سلاش اتش تي ام ال عمل هيد وادي سلاش هيد عمل بادي وسلاش بادي عمل تايتل وسلاش تايتل ويقول لك يلا اشتغل يعني ساعدك شويه ساعدك ايه شويه فانت ممكن على طول تساعد نفسك ويلكم وهنا نكتب هالو زي ما احنا اتفقنا لو عايزين كلمه هالو دي تبقى بولد مثلا هو هنا ممكن بيساعدنا على فكره في كتابه التاجز يعني ممكن اكتب كده بي اقفل ام عارفين اللي على طول بسلاش بي اللي بترغي اكتب هنا كلمه هالو خلاص
على طول بقى، ويقدر يساعدك طبعا ان هو طبعا في شويه مساعدات، طبعا في مساعدات ان هو بيقدر يعرض لك طبعا، ده برنامج بيساعد يعمل سبليت فيعرض لك ادي الكود وادي شكل العرض اللي هيطلع خلاص، في ديزاين بس يعرض لك العرض ذات نفسه. في حاجات تانية ممكن التول بوكس يساعدك في انك بدل ما تكتب HTML يساعدك في بعض الحاجات الخاصه بكتابه ال HTML يعني. ده برنامج مساعد، لكن مش هخش في التفاصيل، انا بس مجرد وريتك الطريق خلاص وعرفتك يعني ايه HTML.